هذه مرحبا بك في راديو صوت مصر برقيبة. المشاكل اللي تحول اخوان رومو انت عندك علم مسبق بها، ما كناش نسالوك ما هو نصيب مصر برقيبة من برامج التنميه المستقبليه؟ نصيب مصر برقيبة كي نصيب كل المعتمديات، لان ما توش مصر برقيبة. انا المثل انا مصر برقيبة ولا لا؟ انا ما توشش في الحكومه خاطرني من مصر برقيبة. اي رومو عندك يعني علم المشاكل هذه؟ لا خلينا نوضح المساله هذه. اذا كان كل وزير يمثل جهته ويدافع على حظوظ جهته، معاش نتحدث على حكومه مدنيه وعلى دولة مدنية. الدولة المدنية أي مسؤول يتجد في الحكومة يلزم يمثل كامل الشعب حسب الأولويات متاع البلاد وحسب الأولويات متاع برنامج الحكومة. منزل بورقيبة من المناطق اللي ضمن أولويات الحكومة الحالية، اعتبار أنه سواء تطوير النشاط الصناعي ولا استقطاب المستثمرين الأجانب، هي عندها بنية أساسية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وقادرة على استقطاب المؤسسات اللي توفر موطن الشغل وتنمي الثروة. من منطلق هذا باش نكون وضعية المدينة هذه منزل بورقيبة والتي جاب خطر زوج معتمديات، لكن ديما نتحدث على فضاء واحد، هذه كلها باش تخلق فرص جديدة إضافة إلى المشاريع العمومية اللي هي باش تطور البنية الأساسية بالنسبة للبنية الصحية وإلا كذلك المؤسسات التربوية. بنصيغ لك السؤال بطريقة أخرى، عندكش فكرة عن نصيب مصر برقيبة في برامج التنموية؟ كان يظهر لي السيد النائب في مجلس الوطني التأسيسي أعطاكم فكرة على المشاريع هذه، وهي ابتداء من الأسبوع المقبل المشاريع العمومية. العمومية نتحدث المشاريع العمومية لأنه ثم فرق، نتحدث عن المشاريع الاقتصادية فيها المشاريع الخاصة واللي فيها الدولة يمكن تكون في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. المشاريع العمومية هي أساسا تهم البنية الأساسية كما قلت لك، والبنية الاقتصادية المشاريع الاقتصادية. الدولة بتجي ماهيش منتجة، الدولة ما عادش تعمل مؤسسات. لازم تعرف هذا أنه من التسعينات الدولة اختارت الاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر اللي يشجع المبادرة الخاصة مش يكون منتج. الدولة اليوم بدات تنجم تعمل مصنع باش تنجم تعمل كابلات، ولا مع مصنع معناها باش المصانع الموجودة باش تطورها، ولا تبحث على شركة استراتيجي كما بالنسبة للوضعية نتاع الفولاذ اللي هي مؤسسة خاسرة وتشكو عجز ب 70 مليون دينار. البحث على شريك استراتيجي امر متحتم من اجل تطوير نشاط المؤسسه وخلق فرص شغل وتنميه الانتاج نتاعها. سيدي ذا في الخدام في مصر برقيبة، مصر برقيبة يعاني من القطاع الخاص سورتو المستثمرين الاجانب، ديما يجي مصر برقيبة تسهيلات تسهيلات لمره حكيو معاهم في حقوق المواطن والحاج، فماش اجراءات جديده في خصوص الموضوع هذا؟ شوف احنا القانون مجله الشغل وقع احداث تعديلات عليها هي اللي خولت مثل هال في اطار النقاش مع المنظمه النقابيه يمكن انه يقع الحديث على تطوير مجله الشغل من اجل الحفاظ على مكاسب العمال. لكن لازم تعرف اللي في اطار التنافسيه نتاع المناطق الحره ادرج البند اللي ما يعطيش الحق للعمل النقابي وما يعطيش الحق للترسيم وغيرها. فهذه مساله مرتبطه بالخيار كامل لتشجيع الاستثمارات الاجنبيه. بارك الله فيك ومرحبا بك مره اخرى. يا جمال الدين بعجاجة مرحبا بك في إذاعة صوت مصر برقيبة. بك سؤالنا لو اللي كنت سي جمال، أنتم العضو الثاني في منزل برقيبة المجلس التأسيسي، فكيف ستكونون صوتا للمدينة بالمجلس؟ هل تعتقدون أنكم تستطيعون أن تقدموا الإضافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمجلس التأسيسي فيه الكثير من المهام، ليست فقط هي مهام جهوية أو محلية، فيها مهام تشريعية ومهام تأسيس الدستور وفيها الكثير من اللجان، وهذا إضافة إلى هذا فما المشغل الاجتماعي مع التواصل مع المواطنين. بطبيعة الحال ماهوش بالضرورة راه باش تتطرح على مستوى المداولات المجلس التأسيسي، فما تواصل مع المسؤولين. يعني أي ملف حساس في الجهة في منزل بورقيبة يمكن أن يطرح أو يتقدم للسلطات المعنية سواء مركزية أو جهوية أو محلية، يقع يعني تدارس معهم، وإن شاء الله عندنا مجموعة من الملفات مطروحة في منزل بورقيبة اللي من جملتها النقل والصحة والبيئة والتشغيل والتنمية وكل هذه والبنية التحتية والعقارات أملاك الأجانب وغيرها، كلها ملفات هذه مطروحة راهي في منزل بورقيبة إن شاء الله معناها تتوفر الفرص لمعالجتها مع الأطراف المعنية، وباللي نجموا نحن مش نقصروا باش نوصلوا صوت أهالي منزل بورقيبة باش الملفات هذه تطرح للنقاش إن شاء الله. سي جمال كنتم قد حضرتم في اليوم الإعلامي الذي نظمه السيد مراد العمدوني.
وكان حضوركم مفاجئ للجميع. لماذا لم يفاجئنا اليوم السيد مراد العمدوني بحضور كما فعلت؟ والله هذا السؤال يطرح على اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال، وأنا يعني وقع دعوتي وحضرت يعني كبقية الضيوف. يطرح على اللجنة المنظمة علاش ما دعتش السيد النائب مراد العمدوني، وإن شاء الله هي تقدم لكم الإجابة. بارك الله فيك سيدي جمال.